مرحبا بكم في بلاصة تعز علينا برشا 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 برشا، وانا شخصيا تعز علي البلاصة ويعز علي التول شخصي اللي هو معايا حبيب فتح الله. صراحة بالنسبة لي انا فرحان برشا برشا باللقاء هذية في مدرستي، انا المدرسة هذية صراحة انا حبيت جماعة المندرة اللي يتفرجوا ولا اللي يسمعوا تو يحبهم يعرفوا حاجة، اللي انا تو حبيت نبدأ الفيديو قدام شجرة. الشجرة دي عندها حكاية كبيرة برشا برشا، الدكتور حبيب يعرف هذا، خاطر الشجرة هذي زرعناها وانا اخويا حبيب ملي هكا هي صغرونا احنا زرعناها. نتذكر علاش انا حبيت نجبد حكاية الشجرة، خاطر سي محجوب معلمي واستاذي وما نعرفش انا شنو هي الصفات اللي نجم نقولها على سي محجوب، خاطر كان هو اللي تنسي هو الشراره الاولى لها الشجره هذه اللي تو تعملت تمثال عندي، عملت الظل التلامذه، عملت الجمال للمدرسه، عملت برشا حاجات، عملت اضافه، كانت الشراره الاولى سي محجوب الرفرفي الله يفرج عليه والله يذكره بالخير استاذي ومعلمي. كانت الشجره هذه اول قرار شخذيه باش زرعت هو تخليها مع القاعه هذه تاع سي محجوب، كنا نقراو سنة سادسة، وتخذي قرار زرعاني الشجرة هذه، والشجرة هذه استوجبت منها برشا تعب، برشا وقت، وبرشا حاجات مسيرة تكملكم سي الحبيب يحكي لكم عليها، الشجرة الكبيرة اللي كناش نتصوروا في يوم من الأيام أنا باش نظلوا بظلها في يوم ممكن أحلى ما كنتش نتصور صراحة، كانت صغيرة الشجرة سقيناها غبرناها وعملنا لها برشا حاجات، وتو سي الحبيب يزيدكم عليها برشا حاجات. الشجرة هذه عمرها 40 سنة. يا كبرتنا كبرتنا 40 سنة عمرها بالضبط الشجرة هذه. سي محجوب الرفرافي معلم وأب فاضل مربي فاضل، يعني خلى عنا معناتها ذكرى الابتسامة اللي كانت عنده في الكلاس في القسم، ابتسامة عظيمة ياسر، الابتسامة فيها برشا برشا علم برشا معرفة برشا برشا معاني، والابتسامة راهو ما قعدتش كان في الكلاس هذيك، في الواقع احنا سي محجوب كل مرة نتلقاو معاه حتى بعد سنوات وكل مرة يعرضنا في الطريق فهمني ويستقبلنا بك الابتسامة هذيك وبك التشجيع اللي كان عنده إلى 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 يومنا هذا، إلى يومنا هذا، يعني سي محجوب حكايته معانا بيدي. هي 40 سنة هي عمرنا بالفعل. أنا نحب نزيد حاجة سي محجوب، ممكن أنا نحب كرا السنة هذيك ريتها القاعة حبيب يسجل وري القاعة خلي راها القاعة هذيك صراحة احنا هذيك رينا فيها برشا حاجات، رينا فيها برشا حاجات، رينا فيها شخص سي محجوب الرفرافي. أنا تو نزيد على الكلام اللي قاله خويا حبيب، في برشا خصال وبرشا مميزات نجمو ما نلقاوهاش حتى تو. أنا نقول ديما سي محجوب الرفرافي ممكن تعصروا حتى في الجانب البيداغوجي، صراحة كانت عندنا أساليب وكانت وسائل يجم يبلغ فيها المعلومة وشدنا ليه بوسائله اللي صراحة فك العام هذيك فاتت حتى الوقت نتاعو. سي محجوب الرفرافي كان نتاع عظيم عايش، أنا ذكرها ولا صراحة صراحة جمعتها برشا عباد برشا صراحة أصدقاء نسيانين برشا متميزين وتو في مناصب صراحة يطلعوا مهام كبيرة. هالقاعة هذيا احتفظتنا أحلى سي محجوب الرفرافي. أنا نحب نقول حاجة سي محجوب، سي محجوب أبار الجانب الإنساني فيه اللي يخلينا نشدوا ليه، وأبار الجانب الاجتماعي واحد على الجانب البيداغوجي بصراحة كنت أنا شخصيا ما نعرفش أنا حبيبي شاطرني ولا كنت ندخل عن سي محجوب قدري اني نقعد مجدود سي محجوب. فما صراحه نقولها كان انا حبيبي نحب نقول لك حاجه، كان سي محجوب ركبوا له كورونا واحد في ركبوا باش نقيسوا قداش يعمل ديبلاسمون في القسم، تو والله انا ممكن تجي رقم قياسي عنده حضور روحي في القسم بطريقه تخليك كان تشد لي يعطيك المعلومه بيسر بسهوله. حبيبي كان يحكي على ابتسامه، صدقني انا تو مسكون بابتسامتي، هو ربي عطاه الحضور وعطاه الملامح المزيانه، ابار الملامح المزيانه فما الشارم اللي خارج هكا من عينيه يخليك كان تغزر له. هكا ولا اخويا حبيبي؟ بالضبط بارك هو سي محجوب، ربي ان شاء الله يذكره بالخير ويشد له بالصحه ربي يفرج عليه ربي يفرج عليه في عمره. انا توا كي واقف لهنا نحس كانه بالضبط الصف نتاع الكلام ذا اللي كان شادد الصف شادين الصف وقت اللي تصب المطر كان تصب المطر كنا نشدوا الصف لهنا، وكان في صباح من السباحات لانه السباحات ما كانتش عاديه، السباحات احنا سيونس توا الحصه فهمتني المدرسيه تبدا 8 تاع الصباح، ولكن في الواقع سي محجوب وسي محمد البلداوي الله يرحمه الله يرحمه وينعمه
كانوا يجيبونا السبعه نتاع الصباح. والله السبعه. يعني كان السبعه نتاع الصباح ندخلوا لهنا، فهمني نكونوا موجودين لهنا، ومعناتها السبعه نتاع الصباح ندخلوا السالة باش يربحونا ساعة. حبيبي احكي لنا على الثنائية ما بين سي محجوب وسي بندان، ما احلاها الثنائية هذيك. بصراحة معناتها الثنائية ما احلاها. يعني تكامل رهيب. صحيح. فهمني؟ تكامل رهيب وعجيب. منافسة. منافسة. هذا تشيخ عنده وهذا تشيخ عنده. هذا تفرح عنده وهذا تفرح عنده. هذا تحس روحك تنمو ليبانيسمون. صحيح. تتبنى عند هذا وتتبنى عند هذا. دونك اللي نذكر ثم حاجة صارت فهمني في صباح من الصباحات، كنا كان اكتشاف عنا جايين قبل السبعة تاع الصباح، باش نوصلوا هنا السبعة تاع الصباح لازم نخرجوا من ديارنا قبل السبعة. كان الثلج عام 81 كان ثلج. تتذكر ثاني بالنسبة لعمرنا احنا أول مرة نشوفوه. كان الثلج ونخرجوا كي خرجونا في حصة لهنا نضلوا نلعبوا بالثلج متراكم لهنا. مش الثلج الجرام شو اسمه الثلج التبرود. لا لا الثلج الخفيف هذاك، وكانت الطرقات كلها مليانه بالثلج. ما حلاك المشهد، ما حلاك المشهد. 15 20 سنه حبونا نشاركوا في المشهد ويخرجونا باش نشاركوا في المشهد، باش نحضروا ونشاركوا في المشهد. نرجع بالنسبه للاسلوب البيداغوجي تاع ثم نقطه يحب سي محجوب. ثم مصطلح صنعوا سي محجوب. سي اوريجينال صراحه، سي اوريجينال اوريجينال لازم يكون كان سي محجوب. وما شفتوش عند غير، ما شفتوش، ما شفتوش استعارات مختلفة تو استعارات مختلفة، ما شفتوش عند غير. مصطلح واللي هو مفهوم كامل، مفهوم بيداغوجي كامل. صراحة سبق زمانه والله. واللي بصراحة فهمني كان شو يعمل؟ هي احنا كي نرجعوا تو نحطوا رواحنا في وسط السالة عام 81، شنو يصير؟ يصير أنه وقت اللي المعلم خاصة المعلم اللي يعمل أنيماسيون، فهمني؟ يسأل سؤال نخرج حتى من اخر الصف سيدي 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 وراه قدامه يلقى 10 15 صباع هكا فهمني سيدي 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 كانت فاهمة هذا اللي كنا نعيشوه سيدي 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 دونك هو باش يتصرف في طبيعه الناس اللي جات التلامذه اللي يجيو فهمني انه سيدي سيدي هذاك لانهم هما عندهم اجابه عندهم اجابه وعندهم سرعه بديهه وعندهم تقريبا المستوى نتاعهم يمكن احسن شويه من غيرهم. صحيح صحيح. هو كيفاش كان يتصرف؟ لانه كان يفكر في التلامذه الاخرين اللي ما عندهمش اجابه. وهذا الابتكار نعم الابتكار. واللي المستوى نتاعهم لعل اقل، واللي حضورهم الذهني اقل. ما حبش يغيبهم. كيفاش يتصرف؟ ما حبش شنو يعمل؟ اش قال؟ قال اخترع كونسيبت. فهم ابتكر كونسيبت قال ليه انا ناخذ مجموعه معينه فهمني هذيك نحسبها فريق مراقبه. شوف ما يعطيهمش الإمكانية أنهم يجاوبوا. إلا ما يعطي إمكانية للآخرين أنهم هما يقدموا إجابات. دونك يسأل سؤال يقول أه شكون عنده إجابة؟ لك جماعة الفريق مراقبة اللي هما عندهم سرعة بديهة واللي هما سكوزيك شكون عندهم إجابة ما عندهمش حق يجاوبوا. يستناو إلا وقت اللي تظهر إجابة هما يعطيوا رأيهم. يقولوا الإجابة هذه صحيحة ولا مش بالضبط نزيدوا فيها نقصوا فيها فهمني باش نوصلوا للإجابة الصحيحة. وبعد ساعات يكون السؤال صعيب ياسر حتى هالفريق المراقبه هذا ما عندوش اجابه. فهمني؟ وقت عاد تصير الحماسه. شوف الحماسه اللي تخلقها في وسط الكلاس بهالصراع هذايا فهمني واداره الصراع هذايا اللي موجود في وسط الكلاس. هذايا سي محجوب ربي يبارك له ان شاء الله ويطول في عمره. القدرات هذه الكامنه فيه تبارك الله عليه. بصراحة حبيب صور خليني نعيش نعمل فلاش باك نعيش في اللحظات واني نخضر له من البلاصة تاع فريق المراقبة في التركيبة من غادي نصوم سيس ولا سيف وكنا وكان كان هو يسميها بتسمية أخرى زاد يقول لك المعلم الثاني كان يسميها كل المعلم الثاني وكذا. أما نحب أقول لك حاجة أنا بكل صدق وحبيب ممكن يقري في الجامعة ويعمل سي محجوب عنده ريتم ريتم في القسم يخليك ما تقلقش كريمان. فما ريتم اللي انا صراحه التو انا مريس شخص ممكن يخلق ريتم ويخلق نعرفش انا حاجات امبيونس في القسم اللي يخليك تقعد عنده ساعتين ثلاث سوايع ما تقلقش منه. ليسونسيال هذه تحيه لاستاذي ومعلمي وانا نقول له بابا وبرشا حاجات اخرين اللي سي محجوب ربي وربي يفرج عليه واحنا نتمنى له كل خير صراحه. صراحة احنا كنا محظوظين برشا يعني هي جينيراسيون كانت محظوظة برشا انه اللي قراونا ناس اللي هما عندهم حب لك المهنة هذيك. ولما تكون عندهم حب انهم يدرسوا الكلام ده كنا جايين نجيو من كل بلاصة وكل شيء الحب هذاك فهمني صراحة هذاك اللي كان بالفعل يدخل لقلوبنا وكان يحببنا في اللي نعمل فيه يحببنا
يعني ولازلت اليوم معناتها بعض الألفاظ فهمني وبعض المعاني فهمني نتذكرها ليومنا هذا، كيما فريق المراقبة، كيما بعض في الصرف والنحو. يعني الرجل فنان، فنان بالفعل، فنان في ميدانه، فنان في ميدانه، ويخلينا معناتها شو المبتدا والخبر اشياك التفاصيل المبتدا والخبر، وحطنا قدام تشالنج، قدام ديفي هكا فهمني. هذه وين هو المبتدا؟ وين هو الخبر؟ نغلطوا راهو اللي تراو فيهم هذوما مش معناتها كانوا كل شيء يجيبوه صحيح، مش صحيح راهو. كنا نغلطوا، كنا كذا ونطيحوا على بعضنا فهمني، كانوا نلعبوا في البلاد راهو فهمني، ولكن في الواقع قاعدين نقراو ونتبناو ونتبناو ونتبناو. شكرا.